وبالعودة إلى تصريحات أبو الغيد، ينضم إلي الدكتور محمود إسماعيل وهو المحلل السياسي. بداية مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وزيكم طيب. كيف تقرأ التغير المصري تجاه الملف الليبي المتمثل في تصريحات أبو الغيد؟ بكل تأكيد لا شك أن هناك تغير، ولكن أنا للأمانة لا معصر على كافة التصريحات. من المهم جدا أن يدرك أن الموقف المصري دائما موقف متغير حسب مصالح الدولة المصرية. نعم. لا حسب مصالح الدولة الليبية، متمسكة مصر دائما بنوع من العنجهية المتمثلة في الانحياز المطلق لما يتعلق بحفتر ومزرعياته ومحاولة قدر الإمكان للتأصيل لفكر جديد في محاولة ليبيا على التقدير السياسية هي أجازة أساسي فيما يتعلق بمفهوم الدولة المصرية ومحاولة قدر الإمكان إلى أن تكون الحلول مفصلة على أساس مصري لا على أساس ليبيا. نعم، أبو الغيد صرح لصحيفة الشرق الأوسط أن هناك مساعي للدول الغربية والأمم المتحدة لعقد اجتماع في إيطاليا. هذه التغيرات في المشهد السياسي وتسارع التصريحات من جهات دولية ومحلية، هل برأيك هذا التغير مربوط بما سيحدث في مؤتمر روما؟ ما يجري في مؤتمر روما أن هناك خيوط لعبة تدار مباشرة دون أن يكون للليبيين الدور كبير بها. المصريون وغيرهم من المصريين من الفاعلين الدوليين أو يرون أنفسهم فاعلين دوليين يريدون أن يستفردوا بالقرار الليبي، وهو أمر خطير للليبيين. على الليبيين أن ينتبهوا بأن الأمور يجب أن تكون بيدهم وأن يحيكوا أمورهم وثوبهم بأيديهم وأن يحاولوا قدر الإمكان العمل على التأسيس لوضع سياسي أفضل، لأن هذه الأجسام الموجودة حقيقة ما بين الميتة والنطيحة والمتردية وماكل السبع لا يمكن أن تنتج شيئا، وهذه الدول لا تعمل إلا لمصلحتها. ولكن يجب أن يكون ذلك كذلك، كل الدول تسعى لمصالح شعوبها، ولكن على الليبيين أن يسعى لمصلحة شعبهم وأن يؤسسوا لجسم جديد يحاول قدر الإمكان حل إشكالياتهم. ما جرى من الناحية الفعلية حاليا لدينا جسم مشروخ من الناحية التشريعية، هو برلمان نصفه مغيب والآخر لا يجتمع أو لا يستطيع الاجتماع ولا يستطيع اتخاذ أي قرارات من شأنها على الدولة الليبية، وأيضا جسم مجلس الدولة وأيضا المجلس الرئاسي الذي لم يكن مجلسا وإنما أضحى عبارة عن فرد أو اثنين يحاولون قدر الإمكان الطيرورة إلى أمور أخرى، ربما يسيطرون على الشق التشريعي والتنفيذي، وأيضا ربما أحيانا يغلطون حتى ما يتعلق بالشق الرقابي القضائي، وهو أمر غاية في الخطر فيما يتعلق بالدولة الليبية. مؤتمر روما الذي طال انتظاره من البعض حقيقة هو أجل وربما لا يؤجل، ومع هذا وذاك نلزم بأنه لن يأتي بحل بقدر ما هو يأتي بحلول لهذه الدول، ولكن لا يأتي بحل الدولة الليبية. من هنا وجوبا علينا أن يقال بأنه يجب ميلاد مبادرة تأتي إلى إمكانية إنشاء مجلس تأسيسي والعمل على أن يكون هناك حل للدولة الليبية من خلال إنشاء حكومة جديدة. أما هذه الموجودة فهي حقيقة غير قادرة وعاجزة بالمطلق. نعم، يعني من خلال كلامك سيد محمود، هل سنشاهد نفس السيناريو في مؤتمر باريس يتكرر في مؤتمر روما، أم هناك جدية من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية؟ المجتمع الدولي عقد في السنة الماضية 73 مؤتمر دولي خاص بليبيا، لم تنتهي إلا بأقوام من الورق ولم تنتهي إلا بحبا ومدادا أسود، أما في غير ذلك فلم ينتج إلا الليبيون كثيرا من الألم وكثيرا من الدموع وكثيرا من الحروب، أما غير ذلك فهباء المنثورة. الليبيون عليهم اللي أرادوا حلا أن يتجهوا إلى محاولة قدر الإمكان رأب الصدع الموجود فيما بينهم وأن يلغوا هذا التفتت وأن يحاولوا قدر الإمكان التأصيل لدولة بالشكل الفعلي وأن ينهوا هذه الأجسام، لأن هذه الأجسام هي جزء من المشكلة بل لعلها أساس المشكلة. فهذه الأجسام المتنافرة والمتحافرة، هناك أكثر من حكومة وهناك أكثر من مجلس وهناك أكثر وهناك أكثر دون أن يكون للمواطن أي فائدة ودون أن يكون للوطن إلا مردود سلبي. نعم، شكرا لك سيد محمود، كان معي المحلل السياسي الدكتور محمود إسماعيل، شكرا جزيلا لك.